مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من رواية رجل المستحيل سباق الموت، الفصل بعنوان قتال في الريف. وقفت منى بتوتر تلتفت حولها على حين وقف أدهم بجوارها هادئا وقد أمسك أمام عينيه بمنظار مقرب يوجهه نحو المنزل الريفي الذي كان يملكه الدكتور ألفريد جورج، ثم ناولها المنظار وهو يقول: هذه هي غايتنا، منزل ريفي مكون من طابقين وله مدخل رئيسي يمر بالحديقة ومدخل خلفي صغير، ومن الواضح أنه خال في الوقت الحاضر. ثم نظر في ساعته وقال: سيحل الظلام بعد أقل من ساعة، وعندما يحدث ذلك سندخل إلى المنزل ونقوم بتفتيشه. قالت منى مداعبة: تقصد سنقوم بسرقته كاللصوص؟ نظر إليها أدهم بضيق أشعرها بالحرج، ثم قال بلهجة خافتة: سأطلق عليها اسم السرقة لو أننا وفقنا في الحصول على التصميم، أما لو لم يحدث ذلك فتصبح مجرد زيارة ليلية. ثم عاد ينظر إلى المنزل غير منتظر تعليقها، ولم تحاول هي ذلك بل التزمت الصمت وقد شعرت ببعض الحرج والضيق، وفجأة تحول ضيقها إلى غضب وحرجها إلى عناد، فالتفتت إلى أدهم وقالت: سيدي المقدم، ألم تعلم أنني قد اجتزت اختبار القبول في المخابرات الحربية بنجاح وبدرجة ممتاز؟ التفت إليها أدهم بدهشة فتابعت بنفس اللهجة الغاضبة: وأن تدريباتي في قطاع مكافحة الجاسوسية كانت على أرقى مستوى، وأن نتائجها كانت ممتازة، وأنني أجيد مثلك استخدام جميع أنواع الأسلحة قاطعها أدهم بلهجة ساخرة قائلا: وماذا عن تدريباتك العملية أيتها الملازم؟ كم مهمة قمت بها؟ هل تم تدريبك على خلط المشاعر الشخصية بظروف العمل؟ أم أن هذا يرجع إلى نقص في الخبرة؟ كانت عبارات أدهم لادعة، حتى أن منى صمتت تماما ولم تستطع التفوه بكلمة واحدة، واحتقنت الدماء في وجهها بشدة وكادت الدموع تفر من عينيها، ولكن أدهم لم يلتفت إلى كل هذا، وإنما عاد يتطلع إلى ساعته ويقول بلا مبالاة: بعد 20 دقيقة من الآن سنذهب سيرا على الأقدام إلى المنزل الريفي، وحتى ذلك الحين لن نتحدث إلا فيما يخص العمل. ثم أودع كفيه في جيب معطفه ولم تفارق عيناه المنزل الريفي. كان الظلام يزحف على تلك المنطقة الريفية الهادئة عندما أشار أدهم إلى منى وقال بصوت منخفض: هيا سنبدأ عملنا الآن. تسلل إلى المنزل الريفي بهدوء واجتاز السور الشائك، ثم عبر الحديقة إلى الباب الخلفي الصغير، ووقفت منى تراقب الموقف على حين أخذ أدهم يعالج قفل الباب بهدوء ومهارة إلى أن انفتح محدثا تكة صغيرة، ثم دلف إلى الداخل وتبعته منى، وما أن أغلق الباب خلفه حتى أخرج مسدسه وأمسك به بيمناه على حين أضاء مصباحا كهربائيا صغيرا في يسرى، وأخذ يتحرك بخفة وسرعة ويجوس في أنحاء المنزل الواسع باحثا عن التصميم. بحث أدهم ومنى في كل مكان يمكن أن يخفي فيه الدكتور ألفريد تصميمه السري، وبعد أكثر من 3 ساعات قال أدهم بهدوء: من الواضح أن التصميم ليس هنا. قالت منى بصوت متعب: أستطيع أن أؤكد هذا أنا أيضا بعد هذا البحث الدقيق الذي أجريناه. ثم جلست على مقعد ضخم
وقالت وهي تشير إلى بركة صغيرة في منتصف الحجرة: انظر إلى هذا المشهد الرائع، بركة من الرخام الأبيض في منتصف الغرفة، وفي وسطها نافورة جميلة تمثل عروس البحر. لا بد أن الدكتور ألفريد كان يحمل مشاعر فنان رقيق. تجاهل أدهم عباراتها وقال: أين يمكن إخفاء هذا التصميم يا ترى؟ جاءهما فجأة صوت أجش يقول بلهجة باردة وبلغة إنجليزية ركيكة: إنه ليس هنا على أي حال. قفز أدهم شاهرا مسدسه، ولكن الضوء ملأ الردهة فجأة، وشاهد أدهم 3 رجال يحملون المدافع الآلية ويصوبونها إليه وإلى زميلته. كانت ملامح الرجال 3 تؤكد أنهم من الشرق الأقصى، حيث الثلوج شديدة البرودة والمساحات شاسعة متسعة. وكان من الواضح أن الرجل السمين الواقف في المنتصف هو أكثرهم سلطة، لأنه تحدث بعجرفة وقال: أنتم من المخابرات المصرية بلا شك، لأنكم تتحدثون العربية، أليس كذلك؟ خفض أدهم مسدسه. لم تكن هناك فائدة منه أمام 3 مدافع آلية مصوبة ومستعدة للانطلاق عند أول بادرة للمقاومة، وابتسم وهو يقول: من الواضح أنك تفهم العربية، وإلا ما أجبتني بالإنجليزية الركيكة التي تستخدمها. قال الرجل بعجرفة وضيق: ستجيب عن أسئلتي فقط أيها الرجل، ليس لك حق السؤال، عليك أن تلقي بمسدسك هذا أولا. بسط أدهم قبضته فسقط المسدس تحت قدميه، ثم ابتسم وقال للسمين: من المؤسف أنك حضرت في نفس اللحظة التي توصل فيها ذهني إلى مخبأ التصميم. نظر إليه الرجل بنظرة شك وقال: لقد كنت تسأل نفسك منذ لحظات عن مكان وجوده، هل تظنني غبيا لتخدعني بعباراتك هذه؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وأشار إلى البركة الصغيرة وقال: أراهن أنكم لم تقوموا بتفتيش هذه البركة ولا بفحص نقوشها، هل سمعت عن الميكروفيلم يا صديقي؟ إنه فيلم حساس له حجم صغير جدا، حتى أنه يمكنك أن تخفيه في ساعتك. برقت عين السمين وأخذ ينقل بصره بين أدهم والبركة، ثم أشار إلى رجليه وقال لهما: افحص البركة جيدا، لو أن هذا الرجل يعبث بنا سأطلق عليه النار في الحال. هبط الرجلان إلى البركة وأخذ يفحصان جيدا أركانها ونقوشها، وأخذت منى تتابعهما بعينها بقلق. كانت تعلم جيدا أن أدهم ليس من النوع الذي يسلم نفسه لأعدائه بهذه السهولة، لا بد أنه يدبر خدعة ما. أما أدهم فقد ظل هادئا، على حين كان السمين يراقبه بدقة، وقد صوب مدفعه الآلي إلى صدره. كانت البركة في الطريق بين أدهم والسمين، وفي أثناء بحث الرجلين جاءت لحظة أصبح فيها بين أدهم والسمين، وفي هذه اللحظة أخذ أدهم يسعل بشدة، ثم مد يده إلى جيبه بحركة بدت عفوية وكأنه يبحث عن منديل. وفجأة وقبل أن يدرك أحد ما حدث، ألقى بقرص أبيض كبير في مياه البركة، وما أن لامس القرص سطح الماء حتى بدأت بالفوران وتصاعدت منه فقاعات غزيرة. صاح الرجلان بفزع وقفزا من البركة، على حين صاح بهما السمين: فلاديمير، نابكوف، ابتعدا، إنكما تمنعان من إطلاق النار على هذا الوغد. ولكن أدهم لم ينتظر، وبقفزة بارعة تخطى البركة المائية واستقر خلفها بين الرجال 3،
وأسرعت قبضته اليمنى تشق طريقها إلى فك السمين، على حين قبضت اليسرى على المدفع الآلي الذي يحمله، ثم ارتفعت قدماه لتستقر بقوة على وجه رجل آخر، على حين صاح الرجل الثالث بفزع: أيها المجنون، سيتصاعد الغاز السام من الماء في الحال ويقتلنا جميعا. تجاهله أدهم تماما ووجه إليه عدة ضربات متتالية في بطنه وفكه وأنفه. سقط الرجل على إثرها فاقدا الوعي. كانت منى قد تناولت مسدس أدهم الملقى على الأرض وصوبته إلى الرجال وصاحت: قفوا وليلقي كل منكم سلاحه. قفز أدهم جانبا وصوب المدفع الآلي الذي انتزعه من السمين إلى الرجال الثلاثة وهو يبتسم ساخرا، على حين وضعت منى منديلها على فمها وأنفها. وصاح السمين بذعر وقلق: حسنا أيها الشيطان، سنستسلم، ولكن يجب أن نخرج من هنا جميعا، وإلا قتلتنا الغازات السامة التي تتصاعد من قرصك. ضحك أدهم وقال: غازات سامة؟ هذا ليس إلا في خيالك المريض يا صديقي. كيف يمكن أن تخرج غازات سامة من قرص بسيط من أقراص معالجة الحموضة؟ حدق فيه الرجال بدهشة، سرعان ما تحولت إلى غيض، على حين رفعت منى منديلها عن وجهها وقالت بذهول: قرص مضاد للحموضة؟ هل قامرت بالهجوم على 3 رجال يحملون المدافع الرشاشة وليس لديك سوى قرص من أقراص معالجة الحموضة؟ قرص فوار؟ ابتسم أدهم وقال بهدوء: بل قامرت على مشاعر رجال مخابرات اعتادوا العبث بهذه الكيمياويات العجيبة. كان من الطبيعي أن يتصوروا أن هذا القرص العادي سلاح خطير ما دمت قد ألقيته بهذه الطريقة التي توحي بذلك. ابتسمت منى وقالت: يا لك من رجل. فتمتم أحد الرجال الثلاثة بغضب: بل يا لك من شيطان. ضحك أدهم ساخرا وقال: ما دمنا لم نجد التصميمات بعد فسأكتفي بمصادرة أسلحتكم أيها الزملاء، فليس بين دولتينا عداء يستوجب قتلكم، ولكن اسمحوا لي باتخاذ جانب الأمان، فربما كان لدولتكم رأي آخر. لحظات الخطر. في طريق العودة التفتت منى إلى أدهم وسألته: لماذا هذا التصرف العجيب أيها المقدم؟ يحاولون قتلك فتكتفي بإلقاء أسلحتهم في النهر وتقيدهم فقط؟ ألم تخشى أن يسعوا وراك؟ ابتسم أدهم ابتسامة خفيفة وقال: لست أحب العنف بدون مبرر أيتها الملازم، ثم إنني لا أخشى شيئا على الإطلاق. صمتت منى قليلا ثم عادت تسأله: أين سنبحث هذه المرة؟ أجابها أدهم وهو يوقف السيارة أمام فندق ويجنت: أمامنا منزله في أكسفورد ويخته الخاص ومعمله، أعتقد أنني أفضل يخته الخاص هذه المرة. وما أن هبطت منى من السيارة حتى قال لها: اصعدي أنت إلى جناحك ولا تفتح الباب حتى أدق 3 دقات متتالية سريعة. سألته بدهشة: وأين ستذهب أنت؟ قال وهو يدير المحرك: عندي مهمة سريعة لا بد من إنجازها. ثم انطلق بالسيارة قبل أن تستفسر منه عن وجهته، فهزت كتفيها بلا مبالاة وصعدت إلى جناحها. كان يلازمها شعور بالخطر أطار حواسها، فدخلت إلى جناحها بحذر وفتشته بعناية، ولما لم تجد ما يستوجب الشعور بالخطر جلست على سريرها وأخذت تفكر في المهمة التي ذهب إليها أدهم. حاولت استنتاج وجهته، ولما فشلت استلقت على السرير وراحت في نوم عميق.
وفجأة أيقظها هذا الشعور الغريز المندر. قفزت واقفة بصورة مفاجئة، وفي نفس اللحظة سمعت صوت ارتطام مكتوم، وتصاعدت من فراشها رائحة حريق خافت. تنبهت حواسها فجأة، كانت هذه أول محاولة قتل تتعرض لها دون أن يكون أدهم بجوارها. تحركت بسرعة محاولة إيجاد حقيبتها في الظلام، عندما ومضت طلقة رصاص أخرى ظهر على ضوئها الخافت شبح رجل قصير بجوار النافذة، وسمعت الارتطام المكتوم نفسه، ولكن بدا أعلى عند الحائط هذه المرة. لم يكن هناك شك، كان هذا الرجل الواقف بجوار النافذة يطلق عليها الرصاص من مسدس مزود بكاتم للصوت. وقبل أن يطلق الرجل رصاصته الثالثة، قذفته بآنية زهور فخارية. تأوه الرجل بألم وسب ساخطا وهو يطلق رصاصة ثالثة، أصابت المقعد الذي قفزت منى خلفه. أخذ عقلها يعمل بسرعة وارتباك، وتساءلت في نفسها: كيف أصل إلى حقيبتي؟ إنها في الطرف الآخر من الحجرة، وهذا الظلام السخيف سيقتلني هذا الرجل بالتأكيد لو ظللت قابعة هنا، لا بد من فعل شيء ما. وقبل أن تبادر منى بأية خطوة، سمعت صوت ارتطام جسم بالأرض وصوت الرجل القصير وهو يسب ساخطا، ثم سمعت ما ينبئ بحدوث شجار صامت. قفزت منى قفزة واحدة إلى مفتاح الضوء فأوقدته، ورفعت حاجبيها دهشة عندما وقعت عيناها على المشهد الذي يدور في جناحها. كان أدهم بملابس النوم يلتحم مع رجل قصير ضخم الرأس له أنف أجدع. كان الرجل القصير يحاول تصويب مسدسه إلى صدر أدهم الذي أمسك بذراع الرجل بقوة ووجه إلى بطنه لكمة قوية جعلته يتأوه بقوة، ثم حمله في الهواء وأسقطه على الأرض. طار المسدس بعيدا، فأسرعت منى تلتقطه وتقذف به إلى أدهم الذي التقفه بمهارة. وقبل أن يقف الرجل القصير على قدميه، كان أدهم يصوب المسدس إلى رأسه. تسمر الرجل وامتلأت نظراته بالغيظ والحقد، وبهدوء استند أدهم إلى مقعد قريب وأخذ يحرك المسدس بلا مبالاة، وهو يقول للقصير: أنت مبتدئ في عالم المخابرات أيها القصير، في المرة القادمة عندما تطلق الرصاص على شخص ما بغية قتله لا تجعل رصاصك يصطدم بالجدران. ابتسمت منى وقالت: هل تعني أن هذا هو الذي أحضرك هكذا كالملاك الحارس؟ مط أدهم شفتيه وقال: بالطبع، لقد أيقظني صوت الارتطام بالحائط. صحيح أن المسدس مزود بكاتم للصوت، ولكن الجدران ليست كذلك. ثم صوب المسدس إلى رأس الرجل وقال بحزم: من الذي أرسلك إلى هنا يا صديقي القصير؟ رفع الرجل عينيه إلى السقف وظهر العناد على ملامحه ولم ينبس ببنت شفه. ابتسم أدهم وقال: يسعدني دائما التعامل مع مثلك من الرجال، هؤلاء الذين يصرون على الصمت. ثم قال لمنى دون أن يرفع عينيه عن الرجل: أغلق عينيك يا عزيزتي، فأنا أشفق على فتاة مثلك أن تشاهد رجلا ينفجر رأسه برصاصة. شحب وجه القصير وقال بتلعتم: إنك لن تجرؤ، لن تستطيع. سحب أدهم صمام الأمان إلى الوراء وألصق المسدس بجبهة الرجل وهو يقول بلا مبالاة: ستخبرك الشياطين في الجحيم يا صديقي أنني جرؤت على ذلك.
صاح الرجل برعب وقد تصبب العرق على جبينه. لا لا، سأخبرك بكل شيء. عاد أدهم صمام الأمان إلى موضعه وهو يقول: ألم أقل لك يا صديقي القصير إنه يسعدني دائما التعامل مع رجال مثلك. في نفس هذه اللحظة في الغرفة الصغيرة أسفل الفندق جلس حاييم وأمامه موظف الاستقبال الذي كان يقول باهتمام: لقد حضر اليوم رجل فرنسي وطلب استئجار سيارة، كما طلب عنوان معمل الدكتور ألفريد جورج. يبدو أن المخابرات الفرنسية قد قررت الانضمام للسباق يا سيدي. ضاقت حدقات حاييم وسأله باهتمام: صف لي هذا الرجل، كيف يبدو؟ تنحنح موظف الاستقبال قليلا قبل أن يقول: إنه بدين، ضخم الجثة، طويل، عريض الكتف، أشقر الشعر، له عينان خضروان ونظرة نافذة، وهو يحمل جواز سفر فرنسي تحت اسم جان دايلون. غمغم حاييم وهو يضم كفيه وتبرق عيناه ببريق عجيب: جان دايلون، اسم جديد، وأين يقيم هذا الرجل؟ أجابه موظف الاستقبال: في الجناح رقم 9، الملاصق لجناحي أدهم صبري وزميلته. قطب حاييم حاجبيه وقال: هل سيجتمع رجال المخابرات كلهم في طابق واحد؟ ثم ابتسم ابتسامة خبيثة وهو يقول: ربما كان هذا لصالحنا. وفي الجناح الذي تقيم به منى كان أدهم يضم ساعديه ويقول للرجل القصير: إذن فأنت تابع لتلك الدولة الصغيرة، كنت أتوقع انضمامكم للسباق. قل لي أيها القصير، ماذا ستفعل بعد أن أدليت بكل هذه المعلومات؟ نكس القصير رأسه وتمتم بيأس: سأحاول الهروب إلى فرنسا، لن يرحمني أحد. مال عليه أدهم وقال بلهجة ذات معنى: عندي اقتراح آخر، ربما كان أفضل من الهرب. رفع الرجل رأسه ونظر إلى أدهم بشك وريبة، فوجده يبتسم ويضع مسدسه جانبا. انتظرونا يوم السبت مع الجزء الثالث من هذه القصة. أتمنى أن تدعمونا بالإعجاب والاشتراك وتتحفون بآرائكم في التعليقات. أستودعكم الله وإلى اللقاء.